أما هلأ رح نروح لفقرتنا الاجتماعية نور، وكتير بنسمع كلمة طفلي شقي كثير الحركة، ما بيهدى، ما بيقعد، ما بيسمع الكلام، يمكن ما بيقدر يركز 5 دقائق على بعض. أكيد سلمى، مو بس بنسمع مرة واحدة، يعني صاير المحيط بشكل عام كل الناس عم تشتكي إنه الأطفال عندهم نشاط أو فرط نشاط زايد، قلة التركيز، قلة الانتباه. هي بالمراحل الأولى ما كتير الأهل بيركزوا عليها، لكن بس نقول بلش يدخل المدرسة بتأثر على مرحلة التعليم، بتأثر على طريقة التعليم، وقديش ممكن هذا يأثر على التأخر في التعليم بالنسبة للطفل. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الأستاذ محمود الخالد، مدرب متخصص في حماية الطفل والصحة النفسية للأطفال. يسعد صباحك. صباح وأهلا الخير. وسهلا فيك. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. خلينا نبدأ بداية، شو المقصود بقصور الانتباه أو فرط الحركة؟ أول شيء سعد صباحكم. هلأ هو اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة هو اضطراب سلوكي، يعني يقيم بحالات تأخر النمو العصبي. هذا كتعريف له هو اضطراب سلوكي، بيصير مع الأطفال، يعني يقيم من عمر 5 سنوات لعمر 17 سنة. عادة هذا يعني هذا الاضطراب بيسبب مجموعة من العوامل للأطفال بتبلش تظهر عليهم، من تشتت الانتباه، قلة التركيز، الحركة الزايدة، والاندفاعية بالتصرفات. قبل ما نفوت بتفاصيله وكيفية معرفته وعلاجه، خلينا نحكي عن الأسباب الرئيسية. يعني احنا بنحكي عن قلة ممكن يعني نقيمه من خلال المسلك العصبي للطفل، بس ممكن البيئة تلعب دور، الوراثة تلعب دور، طريقة التربية. لما نقول من 5 سنوات ل 17 سنة، يعني ممكن حتى البيئة، الأهل هن يكونوا لهم جزء عامل بالموضوع. هلا بدنا نكون واضحين. تقييم هذا الاضطراب، خلينا نسميه، ما رح نقول مرض، خلينا نقول هذا الاضطراب. صحيح. تقييمه للأمانة كتير صعب، ومعالجته هي تحتاج إلى طريقة حشد كامل، يعني الأهل، المعلمين في المدرسة، والأطباء النفسيين والأخصائي النفسيين. لأنه نحن طريقة تمييزه هي طريقة مانا سهلة أبدا، لأنه بالنهاية الأطفال بطبيعتهم في جزء كتير كبير من شخصيات الأطفال اللي هي الشخصية الحركة يعني. واليوم تمام. كل الجيل واليوم كل يعني معظم الأطفال، خلينا نقول، هن حدا حرك، بحب يستكشف، بحب يلعب، بحب يشارك أقرانه. فنحن آلية تمييز الطفل المشاغب تمام من الطفل الذي يعاني من اضطراب نقص الانتباه او فرط الحركه هو فعلا صعب. هو بحاجه وفي له، بس في له مجموعه دلالات، وله معايير، وله طيب له في عوامل اخرى. يعني دائما احنا بنقول اي مشكله بيعاني منها الطفل بيكون في اكثر من مقياس لحتى نقيم هي الحاله، في اكثر من مراجعه، مو بس الاختصاصي النفسي، كمان بيكون في جزء طبي، بيكون في بعض الفحوصات بتنعمل لحتى يبين تماما. يعني هذا الكلام، شو هي اولى الاستجابات اللي بنقول هي الاستجابات تؤدي او تترجم انه هي الحاله هي حاله فرط حركه وليست شقاوة اطفال؟ تماما. هلا نحن بالنهايه في مقياس يتبع لاختبار نقص الانتباه وفرط النشاط الحركي. لازم يكون في عندنا 6 اختبارات، يعني هو بيتبعوها المعلمين، او اذا كان في اخصائيين نفسيين في المدرسه. نعم. يعني او اذا نحن بدنا نحكي لازم يكونوا ينتبهوا له. يعني نحن في عندنا لازم يكون في عندنا 6 سلوكيات، يعني 6 اختبارات سلوكيه عم بيراقبوها، ونراقب 3 انفعالات للاطفال، إضافة إلى ذلك أنه يعني تقييمه بشكل مباشر لمدة 6 أشهر. يعني الموضوع مانو والله بيوم وليلة أنا أقدر أني أنا أكشف الطفل المصاب باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط من الطفل المشاغب. تمام. ولكن هي العوامل هي التي تختلف، وهي عوامل واضحة. اليوم الطفل المصاب باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط الحركي في عنده قلة تركيز، هي دائما مستحيل يقوم بتنفيذ مهمة على أكمل وجه. مستحيل. يعني أنت مثلا بتقول له أنه أخي نزيل، على سبيل المثال، سقي هاي الزريعة، أو سقي الجبينة. بس نحن عم نحكي ما فوق 5 سنوات هون. 5 سنوات فما فوق. فهو مستحيل يسقي كل الشجر.
يعني يعني حيقوم يعني مستحيل يتم هاي المهمة على يعني ممكن لازم ينشغل ينسى شيء لازم ينشغل خلاص يعني ساء الشجر ومسك الموبايل وضرب حجرة وشاف القطة عرفتي علي هو قلة التركيز تشتت انتباه عدم اتمام المهام الموكلة إليه بشكل مطلق كليا هلا عدم التركيز في المعلومه يعني بالمدارس معظم الاطفال اللي بيعانوا من هذا من هذا من هذا الاضطراب عدم تركيز في المعلومه يعني انت هو دائما متشتت يعني انت عم تعطيه المعلومه هو ما بيحفظ ودائما معظم الاطفال المصابين بنقص الانتباه وفرط النشاط هن دائما بيعانوا من مشاكل دراسيه دائما الردود الافعال الردود الانفعاليه العنيفه يعني دائما هن انفعاليين برد افعال عرفت عليه هو بيهرب هو بيرد جواب هو بيخانق رفقاته هو يعني دائما عنده ردود عصبية. انفعاليه عصبيه خلينا نسميها بس انفعاليه شو ما كان هذا الانفعال الاطفال غالبا اللي بيكونوا من مصابين بنقص الانتباه هن الاطفال لانه نقص الانتباه هو مو بس للاطفال هو للاطفال وللبالغين الاطفال غالبا لما بيكونوا بهذا معاهم نقص الاضطراب نقص الانتباه غالبا بيميلوا للانعزال وهن بيكونوا مكروهين من اصدقائهم لانه هن دائما ورشين عم يضرب هاد ويتخانق مع هاد ويهرب ويلعب ويعني يتصرف فهن غالبا هن مكروهين من قبل الاقران وهن دائما بيميلوا للانعزال بسبب هذا الموضوع لانه هن ما عم بيلاقوا حدا يستوعبهم دائما مدرستهم اساتذتهم بالمدرسه عم يبهدلوهم بالحاله الطبيعيه لانه هو ما انه حافظ ما انه كاتب الوظيفه ما انه منتبه دائما عم بيشاغب بالحصه فهو بالنهايه عم بيصيبه تقصير دراسي وبنفس الوقت هو الاصدقاء ما حدا هربان منه دائما عم بيخانق هذا ويسرق محايه هذا وياخذ قلم هذا فهو يعني دائما هو في حاله من يعني انه كره الاقران لاله يعني يعني ذكرت بعض يمكن فينا نقول الصفات ممكن صحيح. الواحد ينتبه لها او الاهل ينتبهوا لها اذا فعليا طفل عنده فينا نقول فرط نشاط او نقص انتباه بس ذكرت خلال حديثك 6 اختبارات بتقوموا فيها و3 ردات فعل خلينا نفصلها شوي شو هي يعني ما نحكي بشكل واسع بس نعطي بعض هو هذه الفكره انا كان فيني سمي لك اياها لو كانت هي محدده هي ما أنا محددة لأنه هي بس لما أقول 6 اختبارات هي عمومية يعني 6 اختبارات من بين 5 يعني اليوم أنت عم تقرأ سلوكيات كويس فأنت هي السلوكيات هي عدد كتير كبير لا متناهي هو 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 قليل تركيز قليل انتباه حرك زيادة على اللزوم بيضرب اندفاعي وهنا كتير سلوكيات ممكن يعملها الطفل هو بده يختار شو هن 6 سلوكيات من سلوكيات هذا الطفل وسلوكيات هذا الطفل غير سلوكيات ردات الفعل تماما بالنهاية هي تختلف من طفل لطفل ولا كان في هي لو هي محددة أو عامة عند كل الأطفال فهي خلاص نحن كنا عددناهم 1 2 3 4 5 6 وخلصنا وخلال 6 شهور بيتم تقييمه خلال 6 شهور لازم يتم تقييمه في المدرسة وبالمنزل ولازم يضل يعني يتم متابعته مع الأخصائي النفسي والطبيب النفسي طيب استاذ محمود يعني 6 شهور فتره طويله فترة ما طويلة فتره قليله يعني اذا بدنا نحكي عن عام دراسي فهي تقريبا عام دراسي صحيح. طيب هذا الطفل اذا كان معه هي المشكله طبعا حيروح عام كامل من صحيح. من دراسته حيروح عام من حياته صحيح. من قدرته على التواصل مع الاخرين فبالتالي هل في علاج بيتم اثناء فتره المراقبه او لا بيتم انتظار انتهاء التقييم وبعدين بيدوروا على تعويض هذا العام تماما هو للامانه ما في شيء هذا هو علاجه يعني نحن اليوم بدنا نراقبه لمده 6 أشهر لنتاكد انه هو اصلا معه نقص انتباه او فرط نشاط حركي وبعدين نبدا بمرحله العلاج اللي هي العلاج السلوكي واللي لازم يشرف عليه في علاج دوائي طبعا اكيد يعني هلا العلاج الدوائي يعني للامانه هي هو علاج مرافق وليس يعني هو له علاقه بس احنا بنحكي علاج تعديل السلوك هو علاج تعديل السلوك ضبط سلوك وتعديل السلوك هو اضطراب سلوك بس في ناس مثلا بتقول لك انه الى جانب مثلا حتى الغذاء بيلعب دور الفيتامينات مثل ما بيسموها الغذائي والفيتامينات بالتحديد عرفتي علي شلون اللي هي عمليه تنشيط الذاكره اللي تعتمد على قلت لك يعني هي الادويه اللي بتساعد على تنشيط الذاكره على 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 الفيتامينات اللي بتقوي يعني العمليات الذهنيه فقط لا غير لا اكثر ولا اقل انتبهوا يعني هلا هو نحن هون ما بنفضل طبعا هو اكيد في راي طبيب
ولكن نحن غالبا ما بنفضل التعامل مع العلاج الطبي او الادويه، لانه هي ممكن تفيد بمكان وتضر بمكان. صحيح. يعني عرفتي علي شلون؟ هو اضطراب بالمجمل هو اضطراب سلوكي، هو الاساس قلت استاذ محمود هي تظافر جهود تماماً لمعالجته او تعديل حتماً السلوك بشكل كبير. بس هون خلينا نحكي عن خطوات تعديل السلوك، يعني الولد بيتم عنده هي المزايا ولا من خلال تعديل السلوك بيتم ضبط سلوكه؟ بيتم ضبطه تماما. يعني اليوم هلا هو بالضروره كل ما عم يكبر كل ما عم يعني تتوسع شوي يعني مداركه خلينا نسميها، فعم تنضبط هاي الأمور شوي، ولكن إذا نحن بدنا نحقق نتيجة أفضل فلازم يكون البداية من الأسرة المنزل. يعني اليوم بداية العلاج هي من الأسرة من المنزل. يعني نحن اليوم عم نقول الطبيب النفسي او الاخصائي النفسي قال انه اخي نحن معنا اضطراب، بعد ما نحن فحصناه لمده 6 أشهر بين معنا انه هو نحن في معنا اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط. حنبدا بخطه العلاج. بالنهايه خطه العلاج خطه تعتمد على الاسره في البدايه، تعتمد على المدرسه، وتعتمد على يعني على الطبيب النفسي. الأسرة هي العامل النفسي والأساسي والأول، لأنه غالباً الأسرة بتكمل عليه. يعني أنا لما بشوفه هو مقصر بمدرسته، لما بشوفه هو بلش عقاب من دون ما أعرف ليش عم عاقب تماماً، فأنا أساليب العقاب اللي أنا بتكون متبعة هي أساليب قاسية. ممكن تكون بأنك أنت فاشل، بأنك أنت سيء، بأنك أنت مؤذي، بأنك أنت كذا، وهذا الشيء عم بيفاقم الحالة. فنحن اليوم بالنهاية الأسرة هي العامل الأول والأساسي في مرحلة علاج هذا الاضطراب. يفضل كثير نحن نسمعه، يفضل كثير نحن نناقشه، يفضل كثير يشعر في الحب و يعني بالحب الحنان، مثل ما بيسموها التعامل مع الحاله، التعامل معها. يعني نحن نتقبل كاهل، نتقبل هاي الحاله ونبلش نتعامل معها. يعني انا مو كل تصرف بيتصرفه، مو كل تصرف ما يتصرفه انا بدي حاسبه عليه. طب ما انا عارفان انه هو عم بيعاني من ما انا عارفان، لازم ادعمه، لازم اني انا ادعمه. صحيح. وبلش انا امشي بهي السلوكيات، انه انا اسمعه، اني انا وجهه، اني انا حتى طريقه واسلوب العقاب اللي بدها تكون هي خلينا نسميها نفعلها اسلوب الثواب والعقاب. انا لكل ما بعمل شغله منيحه لازم اني انا ضويله عليها، انه برافو عليك انك انت عملت هي الشغله المنيحه، واعطيه الثواب الذي يتناسب مع هاي الحاله المنيحه اللي انت عملتها. الحاله السيئه او مثلا تصرف او السلوك السيء اللي تصرفه لازم اني ضويله عليه، والعقاب يكون بسيط وصغير وقصير، يعني بما يتناسب مع السلوك فقط لا غير، بس لا اكثر ولا اقل. المدرسه لازم المدرسه تطلع على تقارير الطبيب النفسي اللي هي كل اللي هي عم ينشغل عليها كل شهر. كل شهر تماما عم يطلع تقرير بناء على خطه العلاج، لازم المدرسين يطلعوا عليها، ولازم كل مدرسينه يطلعوا انه هو مصاب باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط. ليه؟ لانه اذا المدرس ما بيعرف انه هو مصاب بهذا المرض فهو حيفاقم له الحاله، حيبهدله ويطلعه لبرا ويستدعاه لامر و الى اخره. ويفضل انه نحن يعني طبعا هي يفضل انه هي الحاله تتعمم على كل المدارس السوريه. احنا اليوم دور الاخصائي الاجتماعي بالمدارس لازم يشارك الاطفال بدروسهم ويحاول احتواء الطفل بمعرفتهم، انه مثلا اليوم في عندنا ذوي اعاقات، لازم نعلم الاطفال النورمال او الطبيعيين كيف يتعاملوا معهم، كيف يتقبلوهم، وتشرحوا لهم هي الحاله اولا مشان ما يصير في مفهوم الوصمه، مشان ما يصير مفهوم الكره موجود بيناتهم وهن ما هن عارفانين. نضويلهم عليه وعلمهم كيف يتعاملوا مع اقرانهم اللي هن من ذوي الاحتياجات او الاعاقات اللي نسميها. بختام حديثنا بدنا نشكرك استاذ محمود الخالد على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، ونتمنى اكيد الصحه والسلامه للجميع. شكرا لكم.